كانت من خلال برنامج استشفائي لاعبي النادي الاهلي علشان تخلص من الاجهاد عقب مباراه الامس وعقب فوز النادي الاهلي ووصوله النقطه رقم 42 ب 40 هدف. ودي من ضمن الامور الايجابيه جدا في الحقيقه مستر فايلر ولاعبي النادي الاهلي، ان انت بتحرز عدد وافر من الاهداف كل ما بتبقى متاحه بالنسبه لك الفرصه، ده امر ايجابي. فبالتالي مهم، يعني كان في تدريبات استشفائيه وتدريبات كره طائره بالنسبه للاعبين اللي شاركوا بشكل اساسي في مباراه الامس، وايضا كان في بعض التدريبات البدنيه القويه على مدار 30 دقيقه في بدايه المران، والى بالاضافه طبعا الى فقرات تدريبيه متنوعه، يعني التدريب بشكل طبيعي بعد كل مباراه. كمان من ضمن الامور الهامه ان مستر ريني فايلر عمل محاضره النهارده مع لاعبي النادي الاهلي قبل انطلاق المباراه او قبل انطلاق المران على طول، والمحاضره دي كانت خاصه بعرض لقطات الفيديو بعض اللقطات لفريق المصري البورسعيدي. ومستر فايلر يعني طلب من اللاعبين اغلاق طبعا صفحه الفوز بالامس على طلع الجيش، ودي سمه اساسيه من السمات يعني عند لاعبه النادي الاهلي، والتركيز على اللي جاي، واللي جاي هو مباراه المصري. وكان في لقطات يعني شافها لاعبه النادي الاهلي، وفي الحقيقه في تلاحم كبير جدا في المباريات، حتى مفيش فترات راحه، ايضا تلاحم في دراسه كل فريق، ده ممكن يشتت بشكل او باخر الذهان اللاعبين. يعني انت بتقعد تذاكر كده الفرقه اللي انت هتلاعبها مثلا بكره، بتخلص الماتش بتاع بكره تذاكر على طول الفرقه اللي هتلاعبها بعد 3 4 ايام، فده برضه ارهاق ذهني كبير جدا على لاعبي النادي الاهلي. لكن ده قدر النادي الاهلي ولاعبيه والجهاز الفني، وهم قادرين على كل هذه الامور وقادرين يوصلوا ما بين كل مباراه واخرى. كمان بالنسبه لمحمد الشناوي كان ليه تدريبات بدنيه منفرده على هامش المران، وخصوصا ان هو كان طبعا حارس مرمى النادي الاهلي خلال مباراه الامس، والتدريبات دي كانت من خلال بعض الامور الاستشفائيه في الجيم والجري حول الملعب. ده بالنسبه للشناوي. بالنسبه بقى لاليو باجي مهاجم النادي الاهلي، واللي امبارح كان خارج قائمه المباراه بسبب عدم الجاهزيه، بسبب لما هو سافر طبعا وعمل او جدد جواز السفر السنغالي الخاص بيه، فاللاعب ما كانش جاهز، فبالتالي عشان كده خرج بره القائمه. فبالتالي ايضا ليه بعض التدريبات والبرامج التاهيليه خلال الفتره اللي جايه، وتدريبات وبرنامج تدريبي خاص بيه يعني عشان يكون جاهز للتحديات الاخرى المقبله، بدايه من مباراه المصري البورسعيدي مرورا بكل المباريات المقبله، واللاعب جاهز ان شاء الله باذن الله تعالى. فيما يتعلق بمباراه الزمالك في السوبر، الاهلي خلاص انهى كل الاجراءات الخاصه بالحصول على التاشيرات السفر للامارات وبالتحديد ابو ظبي عشان يخوض مباراه الاهلي والزمالك في السوبر المصري للموسم الماضي. الفريق هيسافر يوم 17 من الشهر الجاري، يوم 17 الصبح هيبقى فيه تمرين، ويوم 17 ان شاء الله ايضا بعد التمرين مباشره هيسافر الفريق ويتمرن يوم 18 و19، يلعبوا ويكسبوا باذن الله يوم 20 ويرجعوا يوم 21 بالكاس باذن الله تعالى، نتمنى لهم كل التوفيق. احد نجوم النادي الاهلي على مدار الموسم الحالي جونيور اجاييه كان ليه بعض التصريحات المهمه جدا، واللي بيتكلم فيها عن سعادته بفوزه بمباراه الامس وفوز الفريق، وقال ان احنا عندنا اهداف عديده بنركز فيها كمجموعه متواجده في فريق النادي الاهلي، والاهداف بتتمثل في حسم اللقب المحلي مبكرا وايضا في الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا. ويمكن اجاييه قال ده اهم شيء بالنسبه لنا هو الفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا، وان حسم بطوله الدوري المحلي بشكل مبكر هيساعدنا بشكل كبير على تحقيق الهدف الاسمى وهو الفوز باللقب الافريقي. اجاييه كمان قال ان الفوز في كل مباراه ده هدفنا وده اللي احنا متعودين عليه في النادي الاهلي. كمان اشار الى انه ما بيبقاش سعيد بس لما هو بيحرز اهداف، لا هو بيبقى سعيد مع كل هدف بيحرزه النادي الاهلي وزمايله في الفريق، لان كل هدف ده بيساهم في تحقيق كل طموحات لاعبي النادي الاهلي وبالتالي طموحات جمهور النادي الاهلي الكبير. في الحقيقه اجاييه من ضمن اللاعبين المميزين جدا في صفوف الاهلي الفتره الحاليه، واللي بيعتمد عليهم مستر ريني فايلر اعتماد كلي وبشكل كبير جدا. طيب من ضمن الاخبار المهمه كمان، خلاص بشكل رسمي مباراة الأهلي وصن داونز هتكون يوم 29 فبراير في ذهاب بطولة دوري أبطال أفريقيا دور الثمانية تحديدا، والإياب هيكون يوم 7 مارس، ده من خلال إعلان الاتحاد الأفريقي عن مواعيد المباريات. المباراة بالتحديد هتكون مباراة الذهاب الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، نتمنى بقى إن هي كمان تكون على استاد القاهرة عشان ده هيبقى أمر مهم قوي في إطار المحاولات اللي بيقوم بها المسؤولين في النادي الاهلي. يعني كابتن سعد عبد الحفيظ كمان هيناقش مع مستر فايلر تدريبات المرحله المقبله، وده بيبقى اجتماع دوري او جلسه دوريه كده بعد كل مباراه بتناقش الاستعدادات والترتيبات الخاصه بالفريق على مدار الفترات المقبله كلها، وخصوصا انت عندك يعني مباريات بيتخللها ساعات سفر، فلازم بتبقى مرتب نفسك لكل هذه الامور، والجلسه بتبقى طبيعيه
وإن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق في كل هذه الأمور.